صباح الخير الفنات الغزالات الكبيدات الحلوات الزينات ديالي. اليوم جيتكم بفيديو جديد كما العاده النشاط، وبنادم هو اللي ينشط ويتبرع ويتفطح ومتوحده اللي كاينه، واللي بغى يرحب يربح يربح، اللي بغى يرحب قلت لكم اللي بغى يربح العام طويل والله العظيم. المهم الغزالات ديالي انا خارجه اليوم معروضه عند واحد الصديقه ديالنا، معروضين عندها الفطره عندها اليوم الصباح. ايوا حنا غاديين نشوفوا تبارك الله ما شاء الله بانوا لي هنايا حتى لداخل، واش حتى لداخل ما عرفتوش حالينو. ها انتما الغزالات الدعوه ناشطه اليوم، غتكون الحراره بالبيان هنايا. واش حلو؟ يمكن حلو، يمكن يمكن هنا لداخل حلو. ها انتما البنات ها هما دايروا هاد الكليسات هنايا شوفوا. المهم صحاباتي راه كيتسناوني حدا سي اوند المهم خليكم معايا ما تمشيش. العافيه اهلا وسهلا ديال صحاباتي والله الا. المهم البنات واحد الصهد واحد العافيه شاعله، واحد العافيه واحد العافيه واحد العافيه. يا سلام يا سلام يا سلام على حلو الكلام. المهم الغزالات انا دايره كمام تعرفتي كنحيده ونتنفس ونحيده، العافيه شاعله والعافيه شاعله. شكون يجي يطفي؟ خاصنا المطافي وشوف تشوف والله العظيم، خاص اشياء هاد الجو هذا خاصو شي بحيره ولا لا بيسين. المهم الغزالات ديالي احنا قربنا نوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وخليكم معايا الغزالات. المهم الغزالات ديالي انتما كيف ما كتشوفوا معايا دخلنا عند الصديقه ديالنا تبارك الله، لقينا مسكينه موجده كلشي الله يخلف عليها، موجده اتاي موجده القهوه دايره الشهيوات دايره النبسيطيلات ديال الحوت جو زوينين الصراحه. كل شيء وجداتو الله يعطيها الخير. كنقول لها من هنا تحيه ليك وشكرا ليك وشكرا على حسن الضيافه. دوزنا واحد الصباح غزاله البنات ما نعاودش ليك. غزالات هنايا كيف ما كتشوفوا حنا جالسين عطيناها الضحك والنشاط. المهم هذوك البسيطيله كنحييك كنحييك، جات زوينه جات بنينه سبحان الله. الحاجه ديال الزربه دائما كتخرج بنينه جات بنينه. المهم راكي عارفه هاد الوقت هادي كتبغي الحلو والمالح، ندقوا شويه من الحلو وناكلوا المالح ولا كلينا المالح نبغيو الحلو. المهم والله العظيم الا شنقول لكم، الا زعما هاد الغربه هادي كتبغي الحباب، كتبغي على من تحطي الراس، كتبغي عند من تمشي، كتبغي عند من تجي. الصراحه هاد الغربه هادي ما كتبغيكش تبقاي بوحدك، كيجي المرض كيجي كتجيك شي حاجه الله يستر على غفله، كتجيك شي تصافير الله يستر على غفله، كطرى شي حاجة. ما كتعرفيش الوقت شنو كتجيب. راكم عارفين البنات هاد البلاد هادي راه حنا هنايا
تبارك الله، بعاد بنادم كتجي شي حاجه كيف ما قلت لكم على غفله كتلف البنادم من قبلها، كيلقى عند من يخلي وليداتو، كيلقى عند من كيلقى شكون يواسي، كيلقى راه هاد الوقت راه بغات الصحابات، بغات الحباب، بغات ما بغاتش هاد الوقت هادي، ما بغاتش بنادم يبقى بوحدو. انا ما كنعرفش البنات نعبر، ما بغاتش البنات البنادم يبقى بوحدو، خاص بنادم دائما يكون عنده صحابات واللي يوقفوا بجنبه، اللي يهضر معاهم، اللي ويكون ماشي دوك داك النوع اللي يبقى جالس ويحكر لك على الماكله، يحكر لك على المعركه، يحكر لك على الحاجه. بنادم راه كيجمع وكيهضر وكيضحك وكينشط، وبنادم راه حنا تبارك الله راه كنا كل واحد وعيبه، حتى واحد ما كامل، حتى واحد ما زايد مكمول 100%، كلنا ناقصين الحمد لله. اش غادي نقول لك، هاد الشيء اللي غنقول لكم البنات. ايوا وصافي البنات، خلطنا وجلطنا، ما خلينا اتاي، ما خلينا قهوه، ما خلينا ما خلي كل شيء البنات دزنا عليه. ولكن الصراحه هاد الله والله ما نكذبوا، ما نكذب عليكم، راه حنا الصراحه دوزنا صبيح زوين، ومع هاد الاجواء هذه اللي كاينه هنا، وكاين واحد الجو غزال، وخا السيمانه الجايه ان شاء الله غادي تكون الشتاء، غيرجع داك الاكتئاب. ولكن الحمد لله منين حلوا لينا المقاهي، وحلوا لينا الحوانت، وحلوا لينا فين نمشي، وحلوا لينا فين نجي، وحلوا لنا بعدا غير كيف ما قلت لكم، غير القهاوي. بنادم كيبغي يرتاح، كيبغي يجلس، كيبغي يسترجع نفسه. انا بحالي انا كنبغي ديك الجلسه، واخا ما يكون معايا حتى حد، كنبغي نجلس في القهوه ونشرب ديك القهوه، ونتفكر الماضي واللي كاين والحاضر والمستقبل، واش غنديروا هنا، واش غنديروا لهي، وهذيك اش قالت واخرى اش قالت. انا كنبغي دائما ديك الجلسات دائما كتكون زوينه، ننصحكم بها البنات. ماشي ضروري بنادم يبقى مستريسي مع الدراري، الا ما عنديش الوقت ضروري تخصي واحد النهار وديريه ديالك، تخصي واحد الوقيته ديريها ديالك، تجلسي فيها وتسترجعي انفاسك فيها، وتكون عندك وقيته اللي شنقول لكم، ليبر ديالك، انتي حره فيها. بحال دابا انا الصباح كنحط بناتي وبنتي الكبيره كتمشي تقرا، كنحط بنتي الاخرى الصغيره كنخليها مع باها، كنخرج كنطج، لان بنادم الا بقى جالس غير جالسه، البنات في الدار، ستريس، الخوات، هاد ارصا، هاد الشغل، التخمال، داكشي البنات ما كيساليش. بنادم خاصو شويه يعطي واحد 3-4 سويع ديالو ديال راسو، يحس بالنشاط والحيويه. المهم خليكم البنات معايا، ما تمشيو فين، وهانتي ما كتشوفوش. انتما الغزالات، انا جيت عند الصديقه ديالي، هانتي شو كي دايره تبارك الله البنيت، ها دايره ليها الدروره هنا، غير باش نعطيكم البنات افكار. هادو راه صناديقات ديال الصباط، اللي بغى المهم اللي بغى يدير هذاك الكاغط، ولا اللي بغى يخليها هكا. شوفوا كي كيجيو الدروره البنات، بغيت نعطيكم فكره. انا الصراحه عجبتني الفكره، هادو زوينين، حتى انا عجبتني الفكره الصراحه، ما كانش عندي الفكره يعني نديروا فيهم ملابس داخليه تقاشر، ولكن الدرور بهالطريقه زوينين الصراحه والله العظيم. هاد الكريتينات هادو هي شاريهم على حساب تستاف هكا ولا تقاشر من اورو شوب بجوج باورو. وهادو الصنادق راكم عارفين ديال الصبابط، كاين اللي حتى انا كندير فيهم البنتي، ولكن زوينه هكا التستيفات هكا ديال الفينيرات، الله الا فنه. انا براسي انا غندير، انا داكشي عندي غير في الميكا، وان شاء الله حتى انا غنصايبو وغنقادو ندير ليه بحال هكا. ادعيو معايا نلقى شي دار ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، احنا خرجنا عند الصديقه ديالي، بقى لي واحد الساعه ديال المكانه عاد باش تخرج بنتي مع الجوج، يلا الوحده هذه. ايوا قلت الهاجر اجي نجلسو انا وياك، نجلسو هنايا ضرب فينا شويه الهواء، الجو غزال يا البنات، واحد الشميشه، وجينا هربنا هنا لهاد البلايصه. انا البنات كنخرج للشمس، البارح خرجت جيت مريضه، ما نطش من بلاصتي، منين دخلت وانا طايحه في واحد القنت، غير صليت كنصلي وكنرجع لبلاصتي. دابا البنات كيف ما كنقول لكم، بغيت نشاور معكم في واحد القضيه، وقولوا لي وفيدوني وعطوني نصائح البنات. بغيت ندير شي بيعه وشريه، انا غير جالسه ما عندي ما يدار، باغا ندير بيعه وشريه. قولوا لي شنو هاد الحوايج اللي نتوما كتبغيوهم ما كتلقاوهمش هنا، بغيت نجيب شي حاجه مختلفه، يعني مختلفه على الناس اللي كيجيبوا دوك الجلالب وداك الشيء، داك الشيء هنا موجود. يعني شنو هما الحوايج اللي باغيين، شنو هما الحوايج اللي كتقلبوا عليهم ما كتلقاوهمش. بغيت نبدا غير شويه بشويه، غنشوف داكشي واش غيتمشى واش ما غيتمشاش،
وقلت نقولها لكم ونتشاور معاكم، منها تعطيوني نصائح، منها نسولكم نقول لكم شنو اللي باغيين من المغرب ما كتلقاوش، شنو اللي باغيين من المغرب يعني كتبغوا هكا شي حويجات ما كتلقاوهمش. المهم الغزالات ديالي ها حنا جالسين دابا هضروا شويه، ضرب فينا يضرب فينا شويه الريح، هاد البلاصه ما فيهاش دار ما ضربش فيها الشمس، عرفتوا البنات والله الا دخلت راسي ضرني هاد الشمس هادي اللي خرجت واعره واعره بزاف. المهم البنات ما تنساوش تردوا عليا في لي كومونتير، الله يجازيكم كل خير وبارك الله. شوفوا انا وصلت حدا الدار، غادي ناخذ البنات غير سميتو تلفات ليا كاع، غادي ناخذ داك الرز الهندي، هذاك الرز الهندي كيعجبني، وغناخذ واحد الحامض غنوريه لكم، هذاك باش كيديروا داك البرياني ديالهم هما، لان كلشي البنات طلع ليا في الراس والله القسم. غناخذ داك الرز غنوريه لكم اللي هو زوين، غنديروا للغدا غنديروا يا اما مع اللحم يا اما مع الدجاج، ملينا البنات كلشي والله انا نوريه لخواتاتي. واه كيجيبوا حتى الاتراك، ولكن داك الحامض ما بانليش واقيلا ساله. المهم ها هو كاين هذا، كاين هذا ب 13، هذا ب 13، كاين هذا عاوتاني ها هو ارز بسماتي، ارز بسماتي ما عادش شحال دايره البنات، ارز بسماتي ملي كنوريكم الغزالات. كاين هذا ارز بسماتي الفاخر، وكاين هذا كاين كاين هذا البنات زوين 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 زوين، وفي المذاق، والروز ملي كيطيب كيولي داير بحال البلاستيك، كيجي معجن ماشي معجن هكا، لا كيجي حبه حبه غير هو، ماشي بحال الروز، داك الروز العادي ملي كتاكلي كيبقى شويه قاسح، هذا لا كيكون شعره شعره، كيطيب سبحان الله شعره شعره. المهم الغزالات انا غادي نشوف هذاك الشيء اللي غيناسبني، وغنشوف هذاك الحامض واش عندهم، واحد الحامض يابس البنات. المهم وغادي ناخذو بنتي تلاقيت بها في البان الكبيره حتى هي خارجه من المدرسه. المهم الغزالات ديالي ها نتوما معايا وها انا معاكم. البنات غناخذ الخيار لبنتي، بناتي كيعجبهم الخيار البنات، ناخذ لهم الخيار. هذاك الحامض البنات ما لقيتوش، هذاك الحامض كان هنا ما لقيتوش، ما عرفت فينا هو. صافي البنات هكا دوزت الصباح ديالي، وهكا كيف ما كنقول لكم هكا كندوز صباحي، منها كنقضي شغلي، منها كنمشي كندور. اليوم خرجت معايا بنيتي، خرجت معايا زوزويا ديالي غزوله الزوينه، هادي الا بقات مع باها ما غتخليهش ينعس، هو ما مولفاش كنخرجها، ولكن اليوم ما نعش بكري، الا خليتها معاه غدير ليه الضجيج. المهم الغزالات هذا هو الحامض اللي قلت لكم، كاين هذا الحامض الاسود هذا كيطيب مع داك الرز، هذا الحامض الاسود انا عندي داك الشيء الاخر اللي كيتحتاج، كاين هذا الحامض الاسود هذا، وكاين هذا الحامض هذا، هذا الباج هذا، هذا كيكون حامض ميبس مزيان. المهم الغزالات دير اورد سعودي الصين، ما عرفتش غناخذ هذا حيت هذاك خديته غناخذ هذا. المهم وغادي نطيبو غنبدلو البنه ديال الماكله ديالنا، وغادي نبدلو سميتو، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كاين الحبيبات ديالي. المهم الغزالات ديالي كيف ما كنقول لكم، نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد كيف ما العاده، كيف ما ديما نبغي تشجيعاتكم، لايكاتكم، بارطاجيو الفيديو ديالي، شجعوني، جاوبوني على داك المشروع اللي بغيت ندير. نتمنى البنات نكون عند حسن الظن ديالكم، نكون كنفعكم، كتفوجوا معايا، موح عليكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد كيف ما العاده، وباي باي عليكم.